السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. قناة اليوم اللي غادي الحصة تاعنا غادي نتكلموا حسب التسريبات لقائمة المنتخب الوطني في المستدعيين لودية نيجيريا والمكسيك، وين نتكلموا اللي عيطوا لهم جدد، واستبعاد بلايلي بن عمري عطال بسبب الاصابه سليماني والناس، وان شفنا كيفاش استدعاء بدران مدافع الترجي، استدعاء فريد بولايه جناح ميت، استدعاء كريم العريبي، استدعاء زين الدين فرحات، وعوده نبيل بن طالب، واستدعاء رضا حليميه. حنا نتمنوا التوفيق ان شاء الله، هذا منتخب وطني يشرف الاعلام تاع الجزائر ان شاء الله بربي. نتمنوا نتكلموا في الحراسه القائمه تاع المنتخب الوطني مستدعيين لتربص اكتوبر، وين شفنا كيفاش في حراسه المرمى رايس وهاب مبولحي اوكجده عسله عز الدين دوخه، في الدفاع احمد طوبه حسب كيما نقولوا التسريبات ما نعرف، امين توغاري توغي هذاك تاع تونس هذاك اللي يلعب في تونس، عيسى ماندي، عبد القادر بدران، الياس شتي، حسين بن عياده، رامي بن سبعيني، ماكسيم راحو، مهدي طهرات، رضا حليميه، ماكسيم سيبانور راحو. الناس هذو اللي كانوا يقولوا لنا تهضر انت على ماكسيم لوبيز، هيا ها ولا هيا هضروا نتوما، هضروا هضروا نتوما اللي تلعبوها نتوما وطنيين. في الوسط مهدي عبيد، ادم زرقان، سفيان فيغولي، اسماعيل بن ناصر، ياسين ابراهيمي، هاريس بن قبله، نبيل بن طالب، فيكتور الكحل، فريد بولحية. هجوم رياض محرز، زين الدين فرحات اللي راهي ماركي مع في فرنسا، عبد الرحمن مزيان، سعيد بن رحمه، بغداد بن نجاح، اندي ديلور، كريم العريبي. هذو هما حنا نتمنوا التوفيق ان شاء الله بربي المنتخب الوطني. انا ماذا بيا يربحوا 18، راهم في 18، نحطموا الرقم تاع الالمان، نربحوا تما نصبحوا في 20 بارتيه ما خسرناها شي. نتمنوا كيما هكا نزيدوا نلعبوا في نوفمبر، نزيدوا نربحوا قدامنا يكمل العام، نكونوا ان شاء الله بربي فايتين شحال 22، نكونوا واصلين 22، خاطر غادي نلعبوا الي روتور مع زيمبابوي وقيلا مع زيمبابوي، وين نكونوا ان شاء الله بربي في 22 بارتيه بدون انهزام. هذه اللي مليحه فانيك، هذه مليحه على هذيك نحوسوا باش نربحوا مليحه لنا كلاسمون، نربحوا نيجيريا باش مليحه لنا فانيك في الكلاسمون. على بالك تربح في نيجيريا فانيك مليح لك، تربح نيجيريا مليح لك كلاسمون، خاطر هذا دات فيفا، هذه دات فيفا تنحسب. تزيد انت تربح نيجيريا، تربح المصنف رقم 11 في العالم المكسيك، وتزيد تربح دو ماتش تاعك تدمرك، نقلعوا نيجيريا من المرتبة الثالثة. على ذيك حنايا اللاعبين هذو كيما يقول لك على حساب التسريبات، ما ناش نقولوا 100% حسب التسريبات، ما تنتمش تعرف لا زلنا ما خدش عليه. حنا وين تا غادي نهضروا نهار اللي 23، نهضروا في كيما نقولوا حنايا شحال كاين من لعاب، كاين ربع حراس، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، كاين 10، 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 لعاب، راهي 26 لعاب. المهم غادي يطيروا فيها 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 وقيله فيها بالك فيها 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 اللاعبين اللي غادي يطيروا 26، غادي يطيروا 3، يقولوا سال داتونت 3. على هذيك حنايا احمد طوبه هذا، امين توغاي هذا تاع اللي يلعب في تونس، عيسى ماندي مليحه، عبد القادر بدران، الياس شتي، حسين بن عياده، رامي بن سبعيني، ماكسيم سيبانو راحو، مهدي طهرات، رضا حليميه. خاصه وين نشوفوا ان شاء الله بربي نشوفوا على الله، ما فهمناش مكاشي على بالك زفان. على هذيك مش راني نقول باللي 100% نورمالمو زفان فيها، نورمالمو كيما فارس يكون فيها، نورمالمو هذو فيها على حسب ما نعرف، على حسب النظره تاعي هذو اللي نتمناهم يكونوا
المهدي عابد، آدم زرقان. آدم زرقان راك تشوف ما تهمناش، والله ما تهمناك. سفيان فيغولي صحة مليح. بن ناصر بدون تخممش بلي. ياسين إبراهيمي، هاريس بالقبلة، نبيل بن طالب، فيكتور الكحل، فريد بولحية. فيكتور الكحل راه يلعب، ما راش يلعب كاع، على ما نجيبوش راخر كسموه طايدير. تولي قلعها، تولي قلعو، بصح نجيبو طايدير خير. وزرقان كون جبنا لعاب لي راه واجد، بودبوز تجيب لعاب، تجيب بودبوز راه واجد يتريني في اعلى مستوى. تجيب بودبوز ماشي زرقان، نورمالمون نورمالمون ادم زرقان مكاش. انا مانيش ضد هذا الطفل، والله ماني ضده، بصح مازال خليه يلعب ماتش اوفيسيال وديروا له ستاتي. خاطش علاه راه على بالك بلي خاطش زتي وين دار ستاتي اللعابه تاعو في لي ماتش اميكو في التربصات، دار لهم ستاتي ميكان ماجر على بالك، وهي ممنوع، هي التزوير هذا على بالك، هذا تزوير. خاطش هي لازم تلعب ماتش اوفيسيال، ولو كان تدخل غير دقيقه برك يدير لك ستاتي تولي لعاب محترف. بصح هما ولاو ماجر ولا يدير تربصات تاع المحليين، ولا يكذب على الناس يقول لهم لا لازم التربصات كل شهر، وياش تيلا في طوي عيط البارادو ويدير لهم ستاتي، وفي طوي يخلصوا كي يروح تربص يخلص. ما نعرف حنايا، المهم كما يقول لك جامع بالماضي هو اللي هو يدبر راسه، سبحان الله، هو المسؤول، هو راه عارف شكاين، هو كلش عارف شكاين، بسبب شنا كيفاش ما كاش استدعاءات. حنا ما عندناش كيما يقول لك، ما راش كاين كيما نقولوا حنايا لاعبين وزن ثقيل ولا عطال، نورمالمون زفان في المكان تاعو. زعما كاين بن عمري، كاين طاهرات بلايلي، كاين ابراهيمي، كاين بالرحمه، تما ما كاين سليماني، راه كاين اندي ديلور، كاين بونجاح، يعني ما كاينش، ماشي قضيه زعما جبوله طاحوا، نورمال لعابه هادو كنا حنا متمنينهم يقعدوا، ما كاش. كاين طاهرات، كاين لعابه، كاين فوزي غلام فاني كيلعب نورمال، كو عيطوا له فاني فوزي غلام. ها والله هذا امين، هذاك توغاي، هذا توغاي اللي يلعب في تونس، نورمال ما نعيطلوش، نورمال نجيب اخر، نجيب فوزي غلام راه لعب وراه يتريني ولعب لي ماتش اميكو. شو كيفاش هذا غلام لازم يعتذر رسميا لزتشي. هذا غلام زتشي ما يبغيهش من ربي، ما يبغيهش. انا نقول لكم زتشي مشي باغيه يجي ليكيب ناسيونال، وشتو شتا عاش معاه باغي شتو. اول واحد اللي بدا به المشاكل اللي بدا يطرد فيهم هو غلام، كان احسن في طليان في اوروبا، احسن رقم ثلاثة في الجهه تاعه في اوروبا. ايا وطردوه محرز، كان ميير جوار في لافريك وميير جوار في انجليز، وطردوه، بغاو يطردوه، لا الشعب ناضل خابوا من الشعب، عاودوا ردوه صايق هذا المكان، هذو محرز وطردوه. صح سعيد بن رحمه، على بالكم، على راني نقول بلي فوزي غلام اللي قله التدعيم شويه، اللي قله تعيط له، لو كان ما يلعبش، لو كان غير تعيط ويقعد في البنك، على بالك يعاود ديك الثقه تولي له، خاصه شويه تدعيم. شفتوا كيفاش لعب دروك انتم اللعابه هنا، والله ما نتاقدش، بصح شتي لا واحد كيما زرقان، واحد كيما داك كيسموه امين توغاي، خاطش علاه يخرجوا ناس نعرفوا حنايا، ناس كنت حله راسه تصيب شيتا في راسه دوي، هذوك انت شو يقعدوا اكوتي الله يرحم الشوابين، خاطش انتوما تاع مشاهده وتاع دراهم من الحيط. انا نحوس على المنتخب الوطني، انا نهدر على المنتخب الوطني، هذوك تاع لي زقو اي او ا يقارعوا دراهم من الحيط والمشاهدة برك، هذا مكان ما عنده التام، ما عنده الإعلام تاع الجزائر قاسوه، الإعلام تاع الجزائر قاسوه والو، كي يحتفل يحتفل اللي قبل الإعلام تاع الجزائر مكاش، ومن بعد غادي ولا ما غاديش يبو داير الإعلام تاع الجزائر نورمال، خاطر داير عقود مع الماك، الإعلام تاع الجزائر مقيوس. أو تاع أوه لا خلوه، تاع خلوه
اديه لدارك خليه. المهم حنايا كاين جامع بالماضي، رانا كيما يقول لك نخلوه هو، هو لاعب عنده 26 لعاب، هو راه عارف اش غادي يدير. هادي هي، هو راه عارف اش يخدم اش ما يخدمش، اش يخلي اش يدير في التشكيله اش يدير، ربي سهل عليه. وكما يقول لك الله يوفقه كما يقولوا. والمنتخب الوطني احنا من اجل الاعلام تاعنا نتمناو ان شاء الله بربي الفوز كونت نيجيريا، ونعاودوا نربحوا المكسيك، بطول تولي عندنا 20 بارتيه ما نهزمناش. هذه ان شاء الله بربي صحيح.